لاعب ياجور كان احتكاك مع اللاعب ياجور، ولكن الأذكى من ذلك هو ياجور تعامل مع هذه اللمسة بواحد الذكاء خارق وسقط مع اللمسة ديال اللاعب ديال أتلتيكو بيلباو، ما عطات ضربة جزاء اللي ما غتكونش مشكوك فيها لأنه تعامل صحيح. متولي العائد هو الذي سينفذ رابط يتمكن من تسجيل الهدف الاول لفريق الرجاء البيضاوي. اذا فريق الرجاء البيضاوي يكون سباقا للجيل بواسطة اللاعب محسن المتولي الذي يعطي لفريق الرجاء البيضاوي التقدم خلال هذه المواجهه. هدف لصفر ياتي على اثر ضربه جزاء تاتي مع البدايه ديال المقابله، وبالضبط في الدقيقه 12 ونشاهد محسن المتولي الذي اظن انه تفنن في تنفيذ ضربه الجزاء. والرجاء منين اعتمد على لوجو بروغريسيف فير لو بوت ديال بيلباو جاب ضربه جزاء. محسن المتولي على اثر ضربه جزاء ياتي الهدف الثاني. نلاحظ من زاويه كيف ان اللاعب كاروشي تمكن وبقذفه قويه من اسكان الكره في شباك فريق اتلتيكو بيلباو ليصبح الرجاء متقدما حتى الان بهدفين لصفر. وهذا زمان ما شفناش اللاعبين ديال المدافع ديزاريار لاتيرو كيقوموا بهذه الهجمات، فافتقدنا في البطوله المغربيه انه لاعب من ظاهر يساهم في الهجوم. وهذا كنتخوفوا من هذا الامور لانه فريق الرجاء البيضاوي خصوصا مع بدايه الجوله الثانيه كان هناك نوع من التراخي اللي يسمح انه اللاعب توكيرو يسجل هدف الاول. وكنا انتظرنا لصالح فريق اتلتيكو بيلباو، وكنا انتظرنا رد فعل القوي ديال بيلسا المدرب ديال اتلتيكو بيلباو لانه بدخول ثلاث لاعبين دفعه واحده كيبين لنا كيف التمريره ديال ياسين الصالحي والحل الاقرب هو رفع الكره هنايا. اللاعب هنايا هو اختار الاختيار الاخر سجل الهدف، وبالتالي يمكن ان نقول انه بالنسبه لياسين صالحي دائما صاحب التمريرات الرائعه والتمريرات الحاسمه. نتذكر التمريره اللي عطات الهدف ديال التعادل المنتخب المغربي ضد الناظر الليفواري، كانت التمريره ديال ياسين صالحي في اتجاه اللاعب بورزو. وهنا كيكون لكن الطريقه اللي تنفذ بها يمكن اعتبره انه كان هدف شروط مرفوض ديال اللاعب بدر كاشاني. ولكن القذفه كانت جميله ديال الجناب، وكما شرتي انه بنفس الطريقه اللي تمكن بها من تسجيل اهداف سواء مع فريق النادي المكناسي مع فريق